الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله بدنا كان لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكشكل يعني الله تدين وجن نيو كان نقارنين نقارن هذه بإذن الله عز وجل قرآن لجن نكي فضل التأثر بالقرآن. إنسان نا قرآن أثرق ديبو إن قرآن أثرني في خد بارق ديبو إن قرآن ني لبكي جلك عصف ما قرآن سوى سو توبياق استغفرق جوجلي وانترق ني لبك حاسبه كله ني دمير النبه كله وما نقرآن قال بارد يبني في خطلي ورستراخ وري خير له وانتراخ جار له وانتراخ استغفرخ رحمة جاروخ جرباخ نا إنسانين ورانيقن ني فدل وهبي الله سبحانه وتعالى ما تحقون هلو وهبي الله سبحانه وتعالى حمد قون هلو نا نيل قابين وقن دمرون كود أسباب ان تأثر لي قأسو كود ورانيقن نين نيتنا نليغن قطنير قابين وقنا إن شاء الله. مدح الله سبحانه وتعالى الذين يتأثرون بالقرآن ظاهرا وباطنا. الله سبحانه وتعالى ظاهر دير باطن در قوف قوف در برا قالس تاخدر مظهر لي أخن كورد أخن نا قرآن أسرو دي بوم وهب ما تقول لهم نا قرآن أسر بارو دي بوم فرخ بارو دي بوم نافي قتلي ماني تكسو الله سبحانه وتعالى بابا ما تحقون لهم إيه قال نقول الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الله سبحانه وتعالى يقول الله أنزل أحسن الحديث قال ناس كيدقوا الله سبحانه وتعالى قمدوا الله سبحانه وتعالى وحيد انتوبوا الله سبحانه وتعالى وحيلي نبي صلى الله عليه وسلم نعصوا لهم احسن شيء نكتاب منها قران متشابهة مثانيه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله نا مجموعه اثنين نفئه اثنين نكونين نا جروب نين نام جروبات أنا قدام نام مجموعة نين وريد نفي أتنيني وريد نكونين وريد نا سنف نين نا مجموعة نين قدام تلد الله سبحانه وتعالى خير إن كلوك قلهم وريق نافي خد قطب نالبك قطب الله سبحانه وتعالى هدك سدم بذكر جاره يعني القرآن قال إنا سنك دبر سنك ما فهم سنك فهمانك معناه يقصد دبر سنك رسالة أيه كله ما نافي خد لا سرق ناجرود لا سرق نيلك السرق ما الناس الباتن الله سبحانه وتعالى نهبه ان آيات يسي نهبه حمد كلهم نهبه أكدو أجر ناخ ورأكت نهبه الله سبحانه وتعالى واضح كله قلنا بيّن كله قلنا قاري سغناتو ما بيّن كله كذلك وذم سبحانه أهل الإعراض الذين لا يتأثرون بالقرآن فقال طيب ندين جار ولم القرآن أثر بارودي وما فلخ بارودي وما أثر ثوبه نافي قتلي نقروب لي ظاهرة أخن باطنة أخن لبك الأخن عقل أخن معاملة الأخن قريب أشياء لي ندين جار نهاب حمد كلهم كدني سنك إن قرآن سي عراد إسو إن قرآن سي شرح بارو إن قرآن سي شأقو إن قرآن كدمقو إن قرآن قرأقو قرقا دكو رديبهم ما أونار دكو أخديبهم ما أربا دكو أخديبهم ما أميتار دكو أخديبهم نهاية القرآن سؤال أني نيني خي مدمت شخنوخ لخنا شخنوخ سابور شخني أجر ديس سنك شخني ما الله سبحانه وتعالى ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه يعني نا إنسان نيلد ظلم بجهد نا إنسان نيلد يعني ذنب بجهد إلا
ظلم يخي شرك جن ظلم يخي تجاوز جن ظلم يخي اشياء قريب جن وين جن يعني نما نزل اتنين نما نزل اشترك وخرج على اخنا ظلم نيش نعكاني القايا القران سي ذكر سر بجار ناس يخينوكا جاب جاروس هم بمنهم يرو جاب جاروس اعراض اسرق لهم هم برمنهم اري قابل كارنا كور اي جابيسنا جاب جاروسي بارنا نعكانين يعني قريب مقلقن قريب مدام ما تنبق ديبو نيسانك الله سبحانه وتعالى يكفى ما لهم عن التذكرة معرضين ليه إن قدام ذكر فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين إن يعني ناس كو ذكر وانو ديبو ناس كو فوائد وانو ديبو إن قرآن أنت القمها أخذ ذنبي إن النبي صلى الله عليه وسلم أنت الشخص أخذ ذنبي إن قرآن أنت تخاطبها أخذ ذنبي إن قرآن إن قرآن ناجك مؤمنين سلا خبير لهم يا أيها الذين آمنوا لا كبتقم انه نادك الجماعه قلنا نادك الجابه قلنا نادك سخا طبعا قلنا نادك سجابه قلنا نادك سوجه قلنا ان تذكر اثنين ان جار ذكره ان علماء ذكرنا ابو ان النبي صلى الله عليه وسلم انت ابو يعني فما لهم عن التذكرة معرضين كانهم حمر مستنفرة فرت من قسورة نيني يعني ايات سورة المدثر تلم برلجن وهبي إنسان القرآن سي بارخ القرآن أدقاه القرآن قرأقاه إن كتاب جاروخ سي ني تتجنبه له شل إسيله ني في خود كافر لا قرأقاه ني كذا دوانان له يعني ني لبه قدقاه ني لبك واسقاه ني أخر واسقاه يعني لا لا دون تكذا زيادة مقل كافر إما أن جاروخ إتايوسي كذا نات قباباه نات جخاه نات راه بير جرباه ني إنسان حقيقة جاخير إن كلا قلو ما ردقن أسأل الله سبحانه وتعالى يعني إن دار ذهبين ينات وعيوبنا في وقت السؤال ينات ما جار خير له دينات إن شاء الله نيسان أسباب التأثر بالقرآن لقابين وقنام ولا نقول إن أسباب نتأثر إن القرآن أثر ضد ابن ينا في خط لي فرخ باردو أثر باردو ما ين لسفر فرناب وما ين أجر نيس نيس كسبنا كذلك إن أسباب نين ورنقين نسبب من أكانين أصغرنا من كدني سنك شكا نقطة لسيني كلهم أهل العلم جزاهم الله خير ما نشكنا القابين وقلنا لاري امتلاء القلب من تعظيم الله عز وجل لبك كوك انتخن وإجار خد لله رب العالمين جارسك وإطراح آكرا جارس ند ند ينوكا دائما قفلت لي من برنا حقلي يعني لا دون تقفلت ان تركنا مخيرنا ان تركنا جهل ان تركنا عمل ان تركنا هوى ان تركنا مزاج ان تركنا شيطان حبر سبدي بن عوز بالله من رجيم ينا في خص جاهدنا لي والله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين انسان في خص جاهده ني في خص واخيته ني في خص دائما عقبده ني في خص تكوى يؤرقو فدر جارو خد خيالو وان ترق جار كابا كله نيها ناني لبك انتخن جارد جارو يرغد قرآن لو وان ترن قرآن نا كان أسباب ليقى أسا كله نا أسباب نيها ان قرآن فالاخاني في خطل بارك ما نا أسر نين أسر وقدي بما ندقل نيسا نكوذو صدق الرقبة في الانتفاع بالقرآن لازم نيات واني رشاق صدق واني رشاق رقبة واني رشاق نا قرآن نفع رويا قل نفع استيا قل بيو إنسان نين تجيرو شاق كوادو معصية وانا ترك المعاصي والإقبال على الطاعات دائما طاعات طبعا قريب مجالات طاعته صلاة استغفار ذكر تسبيح تحميد صدقة صلة الأرحام قراءة القرآن نشر العلم حب الخير إصلاح بين الناس قول كلمة الحق في أي مكان والثبات عليها ناس يعني ناوك أعمال خيرة جن أعمال طاعة لك أبو جن مع سياسية فسو جن إن شاء الله جمع القلب وإلقاؤه السمع لما يقرأ يعني إنسان يعني القرآن قال سنسكني لبك جمدا ما يعني انقصر لسوش نورا لسواسا إنسان إن شاء الله كده استفيد رجع رسك ونين أسباب من سبب لتجن لاريك من كده نيسان كده تصور أن القرآن تصور أن القرآن خطاب له وأنه المعني بهذا القرآن إن القرآن أريوسك جابك يجني
يعني لازم نقرأ نان أن هب جابسناك نقرأ عن معنى ذنبه في البداية. يا رب إن شاء الله جار يعني كابينك جار كابينك ناوك نقرأ لا هوكني في غص يتجابكم وريو عن مؤمن جن وريو الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يسنك ناجر شنو كنا نكو لازم نستنق على الناس عنهم وريو نقرأ جابونسك نقرأ خاطبونسك نقرأ وجهونسك يتوجهكم كو يتخصصكم كو نقرأ نين يخوجن أم مؤمن جن يرى أدران أبو إن سبب أنت أصوب لقى إروكا كذلك جرسك إن شاء الله. المحافظة على صحة التلاوة مع تحسين الصوت بالقرآن كذلك إن ما نجينا سنة تحسين صوت كوسي لسو تكسره صوت تك يأخذ تلاوة تجويد ترتيل قال إيران نيم كده يعني مع ناس لسه تراخى بقديبك تذوق المعاني القرآنية. يا سلام طبعا نين حاجة يعني شيء اللي ينقلقن جدا إنسان يعني عام قرآن نقصي انفائت قرآن نقصي ني في خطل أران اللو ني لبكي أران اللو ما نمح على تني القايا ما تلذذ لقايا ما لذفا أبو ما ني قريخ واسن اللو ما قريخ شنورا اللو ما قريخ ني في خطل أسران ما معاني نيقص اعتراها بان ني مرحلات متقدم من كده نيسانك إن شاء الله. تكرار قراءة الآية مرات ومرات وتأخذ القرآن بالمراجعة والمدارسة كذاني سنك إن آيات عجب ذاتيك ولن آيات قيسة ذاتيك قيد جلن تقرأ الله قيد جلن تقوانت أسلان الله قيد جلن تقرأ خبران الله قريب كفي غطلي أثر باراتي قريبا كفي غطلي أثرتي قريبا خير الله هديتك قريبا تكسي توقع لسبك كذاني سنك دائما مراجعة القرآن مراجعة تجربك مدارسة تجربك درسته وراجعته أنا حفاظ رموس دوكا راجعة قرن اللوم ما قد جرن تقرأ قرن اللوم ما وانا تسقر النقلوم دي دورم كغرسوك وما نيسانك كدو يعني انجار انتسا حبرو انجاركو انكجار دائما خير لك هذا فراو أكنا القرآن انتي امبرع ديبو انتي شهر الامبرع جوجلي كابي دونك كغرسانك لكن انتي القرآن سي قائر ودمرو دكو أكنا ما مراجعات الاسقران مدارس الاسقران باردولو كو قار اقاو دي اكانات قرآن واني قاو ديبو قرباني قاو ديبو فتل فردن ان مجتمع وري انبيئات قرآن الشيرة وفرو ونين مسألة مجربكم بالمناسبة عن يعني لو جربكم كل ما كان انكو جار قرآن ور صلاح وهور خيرين غر اكادن خير لك كيف رتك رسرب استفيدتك رسرب لكن انكو جار ورنا صاحبرب كشتينت وعبنين كافينين وقد ديسنين نفرق الوقت قريو قدام نوا قسم رجع ربوان قردور نقل أبو نوا قتل عصيين ديسنا كلهم كنهن قرقهم بتي لا دقيقة أرنا ديك هنا رديبا ما وقتي نوا ست ديسنا لهم شاخني مدارس دي مراجع دي تديسنا لهم شاخنهن. الافتقار إلى الله تعالى كي يفتح عليه من النفحات القرآنية لا دائما بنفس منكسرة ومفتقرة ومتذللة وخاشعة لله رب العالمين أكن ما قرآن يعني أن جارسشي وكن جار لجر وكن عن ضعيف جن عن جار الدوا كرسخر جن جار لجر وكن ين من في خصعة حاوان دني في خصعة عقاب دن جار لجر بن جار كبير ولا جرسوك ما بركات قرآن ولد نفحات قرآن ولد سير أقول منها به درجة أسباب ومن ضمن أسباب من تأثر القرآن أكاد يبصر جيرو ولا جرسوك وما إن شاء الله إذا بقول سد برسوك القرآن سجرسوك قد نسمك النظر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح مع القرآن نهب نقوله النبي صلى الله عليه وسلم وهب الجون قرآن لي أربير وهب قرؤ الجون قرقل وهب قرؤ الجون نذا بكذا الخلفاء الراشدين وهب قرئون لقرهن صحابة رضوان الله عليهم وهب قرئون لقرهن السلف الصالح وهب قرئون لقرهن الناس على الحين قرآن سي يعني حال السلف حال الصالحين مع القرآن حال أهل العلم مع القرآن حال أصحاب الفضل وأصحاب القرآن مع القرآن نا كان دوينا نا كان قرئن فعلا فضل جارهود أسباب التأثر بالقرآن لي قائنا قرأتنا كل ما قرآن أسرق دبرينا في خط لير إينا تصرفات لير إينا أخلاق لير إينا مجتمع لير إينا قل لير بإذن الله عز وجل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.